هذا اليوم الدراسي، هو واحد اليوم اللي كيحاول يجمع الآراء ديال مختلف المتدخلين، رجال الأعمال من خلال السجام، المركزيات النقابية، عدد من المتدخلين الآخرين وخبراء، باش نناقشوا مدونة الشغل وعلاقة الشغل ووضعية التشغيل وكيفاش نطوروا هاد الوضعية باش تكون متأقلمة ومستجبة أكثر للتحديات الجديدة اللي خلقتها هاد الجائحة ديال كورونا. وحنا كنعرفوا بأن جائحة كورونا عندها تأثيرات ماشي فقط صحية ولكن تأثيرات اقتصادية وبالخصوص تأثيرات اجتماعية. فلذلك خصنا نشوفوا كيفاش تكون علاقة الشغل أكثر توازنا وأكثر عدالة وأكثر استجابة للتحديات الموجودة، ونوفروا ما أقصى ما يمكن من الشغل للشباب والمواطنات والمواطنين المغاربة.